مين بده يجي بهالوقت؟ مين؟ أنا يا أمو ياسين. تعي ياسين. مرحبا يا أبو. شو قلت لك يا أمو؟ يا أمو شو جابك هلا؟ يا أمو شوفوك. لك لا تخافي يا أمو، لا تخافي، الزعيم نوري عطاني الأمان، هو اللي رجعني على الحارة. إيه وكيف صار هيك؟ عبود يا أمو، عبود أنقذه للزعيم أبو بطرس من الموت. قام إجا الزعيم أبو فاضل لعندي وقال لي أنت لازم ترجع على الحارة لأنك ابن خالته للبطل. شايف يا أمو؟ شايف؟ ما قلت لك رح يجي يوم ترفع راسك بابن خالتك، وإجا هذا اليوم. روح يا عبود، الله يردك لحضني مثل ما رديت لي ياسين. تكبر قلبي إن شاء الله. تعي يا أمو تعي.